في ماتش حلو قوي عند تحت سفح الاهرامات، كان في مجموعه كبيره من نجوم العالم، نجوم افريقيا كانوا موجودين. مباراه حلوه انتهت بفوز فريق الازرق على الفريق الابيض، مشاركه كتير من الاساطير، احمد حسن وائل جمعه، كافو وسيباستيان فيرون، الحاج ضيوف رابح ماجر، وبعدين طبعا رئيس الاتحاد الدولي جاني انفانتينو كان موجود، رئيس الاتحاد الافريقي كاف احمد كان موجود، ميدو كان موجود وميدو سجل هدف، وفلافيو طبعا نجم النادي الاهلي السابق سجل هدف ايضا. مباراه كانت حلوه قوي والناس كلها كانت سعيده بيها. بكره ان شاء الله يوم الثلاث الغردقه، مدينه الغردقه في البحر الاحمر، بتستضيف حفل افضل لاعب في افريقيا، الجائزه اللي بتنافس عليها محمد صلاح، ساديو ماني ورياض محرز، وسط انباء بانه ساديو ماني هيكون هو البطل، هو صاحب الجائزه، برغم انه رياض محرز هو صاحب الدوري الانجليزي وكاس الامم الافريقيه، لكن الارقام بتقول بانه هداف الدوري الانجليزي وصاحب فضيه كاس الامم الافريقيه وطبعا بطل الدوري، دوري ابطال اوروبا، ساديو ماني هيكون هو البطل. خلينا نستنى ونشوف، هو يستحقها من غير كلام من غير نقاش، يعني الحقيقه ساديو ماني يستحقها جدا جدا جدا، موسم رائع للسنغالي. وسط انباء ايضا بانه محمد صلاح مش هيكون متواجد، اللي خلى الناس تتكلم على انه صلاح مش هيكون موجود هو الجواب اللي اتبعت من ليفربول للجهات المصريه بوصول ساديو ماني نجم السنغالي نجم ليفربول على متن طائره خاصه برايفت جيت تابعه للنادي الانجليزي يعني، ومعاه 7 من اعضاء الفريق الانجليزي، مش لاعبين يعني، مسؤولين وناس في الفريق الخاص بساديو ماني، وما جابوش سيره صلاح خالص، فبيتقال بانه صلاح مش هيكون موجود، يعني على غرار النجوم العالميين لما بيحسوا ان هم مش هيكسبوا او بيبقوا عارفين ان هم مش هيكسبوا ما بيظهروش في الحفلات. كريستيانو رونالدو عملها، يعني الناس ممكن تكون خدتها على صلاح لانه الحفله هنا في مصر، فطبيعي انه مصري نجم العالم محمد صلاح يكون موجود في حفله بتقام على ارض مصر. فخلينا نستنى برضو ونشوف يمكن يحصل اي جديد في الساعات القليله القادمه. لكن طبعا ماني نافس على الجائزه في المواسم الثلاثه الاخيره، محرز توج بالجائزه في 2016 وبعدين صلاح توج بيها 17 و18، وطبعا كمان هيعلن عن اسم اللاعب الافضل في بطولات الانديه واللي بيتنافس عليها قلب الزمالك طارق حامد، انيس البدري ويوسف البلايلي، اتنين من اللعيبه الكبار جدا جدا، وكمان المدربين بتنافس الجزائري جمال بالماضي والسنغالي اليو سيسي مع التونسي معين الشعباني، وسط انباء بانه جمال بالماضي هو الاقرب. وطبعا برضه هيتم اختيار افضل منتخب للرجال ما بين السنغال والجزائر ومدغشقر، طبعا الامور رايحه للجزائر اكتر، افضل منتخب للسيدات كمان ما بين الكاميرون وجنوب افريقيا ونيجيريا، افضل لاعب صاعد ما بين اشرف حكيمي المغربي، سامويل تشاكويزي النيجيري، وفيكتور اوزمان او اوزمان النيجيري، برضو واحد من اللعيبه المميزين جدا. دي اخبار الحفله.